هناك حديث عن أعداد كبيرة من الإصابات سجلت في المستشفيات الليبية، وهنا أركز الحديث على المستشفيات الواقعة تحت سيطرة أو سلطة الحكومة الليبية، هذه المستشفيات الواقعة أيضا تحت سلطة أو نطاق عمل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا. هل هناك إحصائية لعدد الأطباء المصابين أم لا دكتور؟ والله هي يعني فتحنا في مركز بنغازي الطبي أنا بإحصائية للمناطق الخاضعة للحكومة ما أخذناش، لكن في مركز بنغازي الطبي في حوالي حن تجاوزنا 20 طبيب يعني.